شهدت مدينة آتيا عقد مناسبة تتعلق بعرض منتجي البذور المحصنة، كان ذلك من قبل الجمعيات التعاونية بإقليم البطحاء. مراسلنا من هناك محمد طه الجبريل الحر. المعرض الذي نظمته الفيدرالية الإقليمية لمنتجي البذور بالبطحاء بالتعاون مع منظمة جيزيت العالمية يهدف إلى إخبار وتوعية المزارعين بأهمية هذا النوع من البذور المحسنة وتوفرها بكميات كبيرة لهذا الموسم. بحسب المنظمين، هذه البذور لأنواع من الغلال المختلفة والفول تم إنتاجها بإشراف معهد الأبحاث الزراعية، ولها ميزات عديدة مثل تأقلمها مع كل الأجواء ومقاومتها لعوامل التغيرات المناخية. حاكم إقليم البطحاء جان برنار باداري بعد أن تجول بمختلف أجنحة المعرض امتدح دعم التعاون السويسري عبر منظمة جيزيت للمنتجين الزراعيين في البطحاء، وطلب من المنتجين الإسراع في اقتناء هذه البذور من أجل زيادة الإنتاج في هذا العام.